بمناسبة مرور 25 عاماً على تواجد راهبات الكلمة المتجسد في الأراضي المقدسة، أقيم في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم قداس احتفالي بحضور الراهبات وعدد من أهالي المدينة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس سيادة المطراني بولس مرقدسو النائب البطريركي في القدس وفلسطين قداساً احتفالياً في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم بمعاونة الكهنة الفرنسيسكان، وهي صلاة شكر واحتفالاً بذكرى مرور 25 عاماً على تواجد راهبات الكلمة المتجسد رهبات خادمات الرب في الشرق الأوسط، وتذكار القديس يوحنا بولس الثاني. وبحضور الراهبات وعدد محدود من أهالي المدينة وأطفال من مؤسسات ترعى على يد راهبات الكلمة المتجسدة، فاختيار اسم الكلمة المتجسد يأتي إكراماً لسر تجسد ابن الله يسوع الإله الذي صار إنساناً، أي إكراماً لما هو أعظم لحظة في التاريخ لأجل امتداد التجسد إلى كل البشر وإلى كل ظواهر البشرية. وتم اختيار هذا التوقيت والذي يصادف عيد القديس البابا يوحنا بولس الثاني، وهو شفيع رسمي للرهبنة. اليوم احنا بنحتفل باليوبيل 25 سنة لتواجد رهباتنا بالشرق الأوسط، لأول مرة بوصلوا رهباتنا للشرق الأوسط. التاريخ الفعلي هو 1/10/1995، لكن عشان يعني وضع الوباء بالعالم وكان بإسرائيل مسكر، فإحنا عملنا اليوم الاحتفال 22/10. اخترنا 22/10 كمان علشان بيكون عيد القديس يوحنا بولس الثاني. عيد القديس بولس يوحنا بولس الثاني هو شفيعنا، شفيع الرهبنة تبعتنا بشكل عام، وإحنا ماخذين من تعليمه بالقانون تبعنا، الدستور تبع الرهبنة، ماخذين كثير أشياء من تعليم البابا يوحنا بولس الثاني. أنا كثير مبسوطة لأني فعلا عالمية هاي الرهبانية، وبنشتغل في كل الثقافات. أنا مرسلة هون من سنتين في بيت جالة، بقدم بسيمينير بطريركية 30. إلي الشرف كبير إلا أنا أخدم في هاي الأراضي اللي هي أراضي يسوع فعلا، اللي طلع من هنا الإرسالية، طلع من هنا المحبة، طلع من هون كل إشي يعني. شكرا. وفي كلمة المطران مرقدسو شكر الراهبات على وجودهن في الأراضي المقدسة وخدمتهن المميزة، وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية. اليوم 22 أكتوبر نحتفل بعيد البابا يوحنا بولس الثاني، وفي نفس الوقت راهبات الكلمة المتجسد في الأرض المقدسة أردنا أن يشكرنا الله تعالى على مرور 25 سنة على وجودهم في الأرض المقدسة. فنشكر الله أولاً على حبرية البابا القديس يوحنا بولس الثاني. بابا عرفناه حتى في الأرض المقدسة، حبنا، ونحن متشكرين جداً لما فعله القداسة البابا للأرض المقدسة. ثانياً نشكر الله ونشكر الرهبات على وجودهن في الأرض المقدسة لمدة 25 سنة. لمدة 25 سنة هم زادوا بالعدد عدداً بالأشخاص بالراهبات وبالأديرة،
نشكر الله على هذه المؤسسات كلها وعلى هذه الخير الجميل الذي زرعنا في الأرض المقدسة. كل سنة وانتم سالمين. وبعد القداس تم التقاط صور تذكارية للحضور، كما وأقيم حفل استقبال في ساحة الكنيسة. للنرسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.